النهاردة مساء الخير. مساء النور. النهاردة احنا قررنا انا وحاتم ان احنا نقدم لكم حاجة بسيطة ولطيفة، وكل مرة هنقدم لكم حلقة كده سريعة قصيرة عن فكرة خاصة بالبنات. مين؟ مفيش ادوار، احنا مش هنعمل لكم ادوار ولا هنمثل ولا هنعمل حاجة خالص. احنا هنحكي لكم حاجات عن خليكم تخلوا بالكم من اشياء في حياتنا مهمة جدا، يمكن احنا مناخدش بالنا منها في زحمة الحياة وتقلباتها الشديدة السريعة. فايه بقى الموضوع؟ فاحنا اتقابلنا من فترة كنا نسيب اول حاجة عبادة البطيخ. متشال بزر زللني بوم ده انت وشفتوش بقى طبق الكنب كده، مش مشكلة. دلوقتي بنقول انه في حياتنا فعلا في حاجات كتير ما بناخدش بالنا منها، وحاتم قال لي انه كان عنده صديق مهم قوي، وكان صديقه ده بيفكر في فكره حلوه احنا هناخد الفكره وهنشتغل عليها بشكل مختلف. ايه بقى الفكره يا حاتم؟ لا هو فكرته كانت ظريفه، هو كل الموضوع ان هو ايه، كان كل يوم، يعني مش كل يوم كل يوم، بس يعني تلاقيه كل شويه يخترع كاركتر كده بيتعامل بيه مع الناس بطريقه بحيث ان هو شايف ان الكاركتر ده بيقدر يوصل بيه للي هو عايزه. يعني ساعات بيبقى همجي، ساعات بيبقى نصاب شويه بيتعامل، ساعات بيقعد في وسط ناس يحكي لهم ان هو شخصيه وهو شخصيه تانية خالص، يعني هو اصلا مش موجود في وجود الشخصيه اللي بيحكي عليها دي. بس هو ايه، من الحاجات اللي ادت يا حاتم ان العلاج بالتمثيل بقت نظريه قديمه من زمان، لما كل الناس كانت تتخض، ايه ده في علاج بالتمثيل؟ فهو يمكن كان بياخد المنهج ده دون ما ان هو يعني مركز ان هو بيعمل كده، لكن دي فكره. لكن احنا يا جماعه النهارده هناخد الفكره ونروح بيها في حته ثانيه خالص. هنروح مش على الادوار ومش على الشخصيات، احنا هنروح النهارده على اللحظات النادره المهمه في حياتنا. فيها حاجه نفسي اكلمك عنها، اسالني قول لي ايه هي. تفضل. ايه هي؟ من يومين بالظبط انا قاعد، وبعدين لقيت خبر نزل انه في حد من الناس اللي كانوا معانا في اخر عمل الفرقه قدمته انه توفاه الله. فكلنا زعلنا طبعا، وكل واحد بقى وبدانا نقول ندعي لها وكذا وكذا وكذا. مش هنقول الاسم طبعا علشان ما نجرحش الشخص، لكن بنقول انه نخلي بالنا، نخلي بالنا جدا من مش ممكن نموت الناس ونصحيها فجاه، مستحيل. فالحكايه بتاعتنا النهارده ازاي نخلي بالنا، ازاي نحافظ على مشاعرنا وعلى مشاعر الناس اللي نعرفها. فما ينفعش مثلا اقول حاتم بخيل وانا ما اتاكدتش، ما ينفعش مثلا اقول حاتم كذاب وانا ما اتاكدتش، ما ينفعش اقول حماده بينصب على ماشي ينصب على البشره وحاتم ما اتاكدش من الفكره، ما يقدرش يقولها ولا يمشيها. فهي الفكره، هي دي الفكره. فباختصار زي ما قلت ان كانت الحكايه اللي انا هنقدمها النهارده هي حكايه بسيطه جدا عن حد تبرع بانه يقول ان في حد مات والشخص ده ما ماتش. فهل احنا عارفين كم الاذى اللي ممكن نتسبب فيه لهذا الشخص؟ طيب خلينا متفقين على حاجه في الاول، يعني مبدئيا الشخصيه اللي انت بتتكلم عليها دي هي شخصيه مش معروفه قوي، بس اللي قال الموضوع ده هو عايز يوصل لحاجه معينه، او يعني بيدور ازاي ان هو يكون بوينت في الموضوع، ان هو اللي بيقدر يجيب الحدث، هو اللي بيقدر يجيب الاخبار، وممكن عايز يلفت الانتباه للشخصيه اللي هو اتكلم عنها. وممكن بالظبط في ناس بتحاول تعمل كده بالظبط، يعني الشخصيه دي مثلا قد تكون شويه ما بقتش موجوده كويس في الحياه، ويمكن كانت هي تعبانه في الفتره الاخيره، فممكن يكون عايز يلفت ليها النظر بشكل او باخر، فقرر يعمل كده. فهي تعرف الناس حبوها قد ايه، او لو سمعت قد ايه الناس قاعد يقولوا لها، يعني طبعا ربنا يرحمها والى اخره. بس هي تسمع ده، ان الميتين بيسمعوش. بس في الحته دي انت، احنا دايما في الموت تلاقي البشر كلها موجوده، لكن طول ما انت عايش انت يعني تقريبا انت ما بتشوفش حد من الشخصيات اللي انت بتروح تسمع عليها دي. من الحاجات اللي انت حاطط ايدك عليها فعلا، واللي احنا يمكن نقرب نختم موضوعنا بيها، هي فكره وانت عايش بتبقى في ناس كتير جدا حواليك بس مش معاك، بس يمكن بيحسوا بيك اكتر لما تفارق، لما تمشي. وتبدا الناس كلها تقول يا ده اخر مره قابلته كان وكان وكان، واخر مره قال لي، واخر مره سمعت منه،
وتبدأ تفتتم مكان قدامك يا جماعة. يعني الشخص نفسه بيتكلم عنه دلوقتي مكان قدامك وعيش معاه، ويمكن ما كنتوش بتتواصل معاه التليفون وتسأله عنه. أحسن حاجة، أحسن حاجة، أحسن حاجة في الدنيا أنا بحبها في البيئة الحكاية، هو أننا نخلي بالنا من مشاعرنا ومشاعر الناس اللي نعرفها، نخاف على بعض أكتر، وكمان نسأل على بعض بجد من غير أي مصلحة. أنا لو بيجي لي برفع سماعة التليفون بلاقي حد بيقول لي ألو عامل إيه؟ وأفضل أتكلم معاه شوية وفي الآخر تخلص المكالمة ما طلبش حاجة خالص. بتبقى أسعد لحظة في حياتي بعد ما أخلص المكالمة. لأن الكلمة مش هيفهمني. فعشان كده بقول نخاف على المشاعر، يعني دي الفكرة اللي النهاردة عايزين نقولها، إنه ما نأذيش مشاعر بعض إننا نطلع على بعض حاجات أو ما نتحققش من أخبارنا فنقولها. وكمان إن نخاف على بعض ونسأل على بعض في زمان الكورونا. كورونا خربت بيتنا. See you.